ومعاه اسلام مجاهد، واطلاله جديده على دوري الدرجه الاولى به اللي تم حسمه خلاص تقريبا في مجموعتين، مجموعه الصعيد ومجموعه بحري، بصعود حرس الحدود امبارح بقياده سامي قمصان، وايضا صعود الجونه بقياده هشام زكريا. النهارده كان من المفترض صعود فريق الترسانه، لكن في اخر ربع ساعه استطاع نجوم المستقبل انه يتعادل عشان ناجل الحسم للمباراه الاخيره ما بين طبعا نجوم المستقبل والسويس، وما بين نادي الترسانه وجمهوريه شبين في ملعب اتحاد الشرطه. نتكلم في كل ده مع اسلام مجاهد باذن الله. كمان في الجزء الثاني هيكون معانا صفحه او فقره الصحفيين، طبعا النقاد الرياضيين الكبار، هيكون معايا ان شاء الله شادي عيسى، هيكون معايا ايهاب الفولي، محمد الشرقاوي، احمد هويس، ان شاء الله تكون فقره مميزه نتكلم في كل ما يحدث في الرياضه المصريه. نبتدي باخبارنا كده سريعا، ولكن تعالوا نروح للفيسبوك. اتمنى تكونوا جبتوا الفيسبوك الجديد يا جماعه. ايوه هو ده الفيسبوك الخاص بي انا شخصيا، من خلاله بتواصل مع كل الناس. اتمنى ان الناس تعمل لي فولو ونتواصل مع بعض من خلاله. وكمان صفحه الفيديوهات اللي انتم شايفينها على الشاشه. تعالوا نروح كده لاخبارنا سريعا. هيكون معايا بعد شويه اللي حابب يتفرج على ماتش، طبعا ماتشات دوري ابطال اوروبا النهارده، يعني حاجات غريبه في كره القدم. امبارح برشلونه بيتغلب 3 ولكن على ارض روما من فريق روما اللي يعني ما حدش يقول ان هو فريق قوي يعني، لكن النهارده ريال مدريد بيستطيع انه يعني يعدي من كارثه كرويه كانت هتبقى في حقه وحشه قوي، انه يكون كسبان بره ارضه اليوفي 3 يجي يتغلب على ارضه 3، ولولا ضربه الجزاء ولولا كريستيانو رونالدو يعني لا يعني كان مشكله كبيره جدا في بقاء ريال مدريد في ووصوله للدور قبل النهائي. ناس كتير قوي بتتكلم على ضربه الجزاء في الوقت الضايع، من وجهه نظري الشخصيه كلاعب كره قدم ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه، ومن خلالها كريستيانو رونالدو بيحرز هدف تقليص الفارق ل 3-1 وكان كسبان 3-0. في المقابل بايرن ميونخ او بايرن ميونخ بيتعادل بدون اهداف مع اشبيليه القوي الصعب بعد ما كان كسبان في اسبانيا 2-1، وكده بيصعد للمربع الذهبي. طبعا ريال مدريد، بايرن ميونخ، ليفربول، وطبعا روما. القرعه يا جماعه هتكون يوم الجمعه الجايه بعد بكره الساعه 1 ظهرا بتوقيت القاهره، وكل حاجه يعني انا اتوقع يعني مش عارف توقعاتي كده ان ليفربول هيقابل البايرن وروما هيلعب مع ريال مدريد، والله اعلم. وتخيلوا بقى لو لقينا ريال مدريد بيلعب بايرن ميونخ وروما بيلعب ليفربول، هتكون يعني مفاجآت قوية جدا في الدور قبل النهائي. لكن من الواضح يا جماعة ان البطولة دي ملهاش كبير، يعني من الواضح جدا ممكن تلاقوا لو روما بتلعب في حتة وليفربول، ممكن تلاقي روما وليفربول في النهائي. يعني الموضوع ما بقاش صعب، ما بقاش في حاجة محسومة في كرة القدم زي زمان. شفنا المفاجأة بتاعت برشلونة. تعالوا نروح كده سريعا لاخبارنا. طبعا هنتكلم مع اسلام مجاهد، بس يعني الترسانه النهارده كان بيسعى للصعود والعوده للدوري الممتاز بعد غياب 10 سنوات، ونجوم المستقبل كان بيسعى للتفوق على الترسانه والصعود لاول مره في تاريخه. كابتن محمد صلاح مدير فني قدير، كابتن علاء نوح مدرب مميز جدا، استطاع انه يعني بعد اكثر من جوله انه يخلي الترسانه في المركز الاول طوال الموسم. هنتكلم بتفاصيلها، وعندنا تقارير وعندنا الاهداف وعندنا كل حاجه، لكن تعالوا نروح كده لاخبار سريعه. اخبار النادي الاهلي، كابتن علاء ميهوب بيرشح محمد مجدي طبعا قفشه لاعب ام بي للنادي الاهلي، وحسام بدري مرحب بوجوده. كمان كابتن علاء ميهوب بيرشح احد لاعبي نادي الشمس اسمه يوسف الجبالي، لعيب عنده 20 سنه وعشان يعوض غياب عبد الله السعيد. كابتن علاء ميهوب بيلاقي اشاده من المجلس ومن كابتن حسام بدري، لان هو كان احد اسباب ترشيح وليد ازارو اللي هو هداف الدوري المصري، ففي ثقه في كابتن علاء ميهوب. الاهلي بيخصم نص مليون جنيه من مستحقات عبد الله السعيد بعد اعارته لمده شهرين، ورامي ربيعه بعد اسبوع هيرجع المانيا تاني عشان يستكمل علاجه. البدري رفض ان وليد ازارو يرجع في ماتش الداخليه، خايف عليه لانه عنده اجهاد في العضله الاماميه.
والفحص الطبي يحدد مصير مشاركة سعد سمير أمام الداخلية. حسين